اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد اخر درس مجموعه دروس الابروكسيميشن اللي بعنوان Approximating to the Nearest Tens. درس بتاعنا النهارده هنتعلم فيه ازاي نعمل ابروكسيميشن لانذر بليس فاليو اللي هو التنسز. يلا مع بعضنا نبدا الليسون. الليسون بتاعنا هنعمل فيه زي ما كنا بنعمل قبل كده. اول حاجه هنحدد البليس اللي عايزين نشتغل عنده، بعد كده هنحط الشرط على الرايت، بعد كده هنشوف البليس اللي على يمينه هل هيزوده ولا مش هيزوده. لما بيجي يطلب مني ان انا اعمل ابروكسيميشن للنيرست تنس، ممكن يطلبها مني بالصوره دي، يقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست تنس، او يقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست 0.1، او يكتب لي 1 اوفر 10. اي صوره من التلاته دول نفهم على طول ان هو عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست تنسز اللي هو البليس ده. طيب كنا بنحلها ازاي؟ نيجي على الرايت نعمل شرط، وبعد كده اشوف البليس اللي على اليمين ده هيزود ولا مش هيزود. طبعا التو مش هتزود 1، احنا قلنا النمبرز اللي بتزود من اول الفايف لحد الناين، اقل من الفايف 0 1 و 2 و 3 مش هتزود. يبقى التو مش هتزود الفور، تفضل الفور زي ما هي، والتو تقلب 0 او ما نكتبهاش خالص. يبقى الحل بتاعي 6.4. اوكي يلا نشوف هنا فين التنسز بليس. اهو نيجي على الرايت نعمل شرط، الفور تزود الثري، لا ما تزودش الثري، يبقى دول يقلبوا زيرو والثري تفضل زي ما هي، يبقى ده 17.3. طيب نيجي هنا التنسز بليس اهو، نيجي على يمين نعمل شرط، الفايف تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى 7 تبقى 8 وال5 تبقى 0، يبقى 123.8 او 0.80 لو عملنا كده او كده صح. طيب هنا فين البليس اللي اسمه تنسز؟ اهو اول بليس اللي الفاليو بتاعته 0.1، اول بليس اللي الفاليو بتاعته 1 اوفر a اوفر 10، هو ده البليس. نيجي على يمينه نعمل شرط، ها نيجي نشوف ال8 تدي 1 ولا ما تديش؟ لا ال8 تديني 1، ال1 نحطه على الزيرو يبقى 1، يبقى هنا 327.1. طبعا مفيش جديد في شرح الدرس، الدرس معتمد على الشرح بتاع الدروس اللي قبليها، وكل الجديد ان احنا بنشتغل على بليس فاليو جديده. تعالوا مع بعضنا نحل الاكزامبل ده. بيقول لنا ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست، لحد هنا لسه ما عرفناش هو عايز ايه. نقرا بقى هنا 1 ديسمال بليس. معناها ايه 1 ديسمال بليس؟ يعني اللي انا اشوفه في النمبر جاست 1 ديسمال بليس، يعني ما نشوفش حاجه على يمينه، يعني النمبر بتاعي يكون هول وانز ومعاه جاست 1 ديسمال بليس. اوكي اللي هو التنسز بليس. نيجي على الرايت منه نعمل شرطه ونشوف الفور مش هتزود التو، يبقى ده از ابروكسيميتلي 6.2. يلا هنا ادي البليس، نيجي على الرايت منه الفايف هتزوده 1، ال2 تبقى 3 وده ما يتكتبش او نحط مكانه 0، يبقى ده هيديني 56.3. يلا اللي بعد كده ادي التنسز بليس، ال7 هتزود ال9 1، ال9 تبقى 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 7 از 8، يبقى ده از ابروكسيميتد تو 18. يلا اللي بعد كده، هنا بقى جايب لي فراكشن. هل الفراكشن هنا هينفع نعمل فيه زي الليسون اللي فات؟ لا طبعا مش هينفع، لازم الفراكشن هنا نحوله لديسمال على طول. ال 3 اوفر 4 احنا قلنا ان هي 0.75، يبقى في الدرس ده مش هينفع نشتغل على الفراكشن على طول. الفراكشن على طول كنا بنشتغل عليه في الابروكسيميشن تو نيرست يونتس، كان ده بيزود دي على طول وكنا بنختبر الفراكشن. هنا لازم اقول ان هي هتيكوال معايا 81.75 ونحدد البليس بتاعنا اللي هو التنسز. نيجي على الرايت منه نعمل الشرطه ونشوف البليس ده يديله ولا لا، الفايف هتزود ال7 1 تبقى 8، يبقى ده از ابروكسيميتلي 81.8. يلا اللي بعديها ادي التنسز بليس، حط الشرطه الفايف هتزود 1، يبقى ده هيديني 47.1. يلا اللي بعد كده دي عباره عن ايه؟ 0.057. ادي البليس اهو، نيجي على الرايت منه الفايف تزود الزيرو 1، يبقى ده هيديني
0.A 0.1. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي notice the position of each of the following numbers on the number line then complete. between ال 0.5 وال 0.6 كل المسافة دي على النمبر لاين عبارة عن 0.1 بس، 1 tenths بس. ال 1 tenths ده المفروض ان الميدل بتاعه يبقى ايه؟ يبقى 0.55. تمام؟ يبقى النمبر ده عندي لما اجي اعمل له ابروكسيميشن هيروح لل 0.6 عشان حتى هو قريب منه. يبقى هنا 0.6. لو عايزين نتاكد ادي التنسز بليس، حط الشرطه ال 6 دي هتدي 1 من ال 5، ال 5 تبقى 6. يلا هنا 51.3 وهنا 51.4. طب الميدل هنا يبقى ايه؟ يبقى 51.35. ازاي الكلام ده؟ لان دي عبارة عن 30 ودي عبارة عن 40. لازم نفكر ونشغل دماغنا. طيب النمبر ده قريب من النمبر ده ولا من النمبر ده؟ طبعا واضح جدا ان هو قريب من هنا، يبقى هيحصل له ابروكسيميشن ل 51.3. وعشان نتأكد اكتر ادي التنسز بليس، حط الشرطة ال 2 مش هتزود ال 3 1، تفضل ال 3 زي ما هي. طيب اللي بعد كده ما بين ال 9.1 وال 9.2 الميدل ده يبقى ايه؟ ده انا عندي هنا 1 و 2، هل في حاجه ما بينهم؟ اه، لو نفتكر الدروس بتاعت الديسمال نمبر في الاول، افتح البليس ده هنا وافتح البليس ده هنا، يبان لي على طول ان هنا في 10 نمبرز موجودين، يبقى الميدل عندي 9.15. طيب دي اكبر من الميدل، يبقى على طول يحصل لها ابروكسيميشن لل 9.2. وعشان نتاكد ادي التنسز بليس اهو، حط الشرطه ال 6 هتزود 1 على ال 1 ده يبقى 2. طيب واضح جدا ان دي قريبه من 56.7. يلا اللي بعد كده بيقول لي determine the position of each of the following numbers on the number line then complete. بيقول لي حدد المكان بتاع ده على النمبر لاين. هو ده لما يكون 134.2 هنا هيبقى 134.3. طيب ما بينهم يكون ايه؟ طب ما فيش حاجه ما بين ال 2 وال 3، لا في، لو زودنا هنا زيرو كده فتحنا البليس ده وفتحنا البليس ده هنلاقي من اول ال 20 لحد ال 30، يعني هنا 21 22 23 24 25 and so on لحد هنا ال 29. يبقى النمبر ده هو اللي احنا بندور عليه اللي هو 134.29. لما نيجي نعمل له ابروكسيميشن ده قريب جدا من 134.3، يبقى يديني 134.3. طب والميدل ده يبقى ايه؟ الميدل ده اللي هو 134.25. يلا نشوف هنا ال 70 and the 700s، عايزين نعمل لها ابروكسيميشن to the nearest one decimal place. one decimal place يعني اشوف ده بس. طيب البليس ده لما اجي اعمل ابروكسيميشن ال 7 هتزود 1 يبقى 0 ده يبقى 1، يبقى 70.1. يلا نحدد الايه؟ النمبر لاين بتاعنا. ممكن نقول هنا 70.1 وهنا 70.2، او ممكن نقول هنا 70 وممكن نقول هنا 70.1. يبقى ال 70.07 فين؟ اولا نحط هنا كده الديسمال بوينت ونفتح البليس ده. يبقى انا عندي من اول الزيرو لحد الايه؟ لحد ال 10. يبقى انا 70.01 و2 و3 و4، يبقى دي كده عباره عن 70.05 70.06 70.07. الاكسرسايز اللي بعديه بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز تو ذا نيرست 1 ديسمال بليس. 1 ديسمال بليس يعني عايزين نشوف جاست 1 ديسمال بليس. طيب نيجي هنا التنسز بليس اهو، نيجي على الرايت نعمل الشرطه ال 4 مش هتزود ال 3 تبقى 7.3. يلا هنا التنسز بليس اهو،
ال 5 عندي هتدي 1 لل 7 تبقى 8 تبقى 13.8. التنسز بليس اهو ال 4 عندي مش هتزود الزيرو يفضل زي ما هو وهي تقلب زيرو يبقى هتديني 296. يلا اللي بعد كده ادي التنسز بليس اهو ال 1 مش هيزود ال 9 تبقى 83.9 زي ما انتم شايفين 1 ديسمال بليس فقط ده اللي انا شايفه. يلا ادي التنسز بليس ال 9 تزود 1 تدي 1 للزيرو يبقى 1 تبقى 90.1. هنا ادي التنسز بليس الزيرو مش هيدي 1 لل 2 تبقى 0.2. وهنا ادي التنسز بليس ال 9 تزود تدي 1 لل 5 تبقى 6 يبقى 170.6. هنا التنسز بليس اهو ال 2 مش هتدي 1 لل 9 تفضل زي ما هي يبقى 3.9. نيجي هنا ادي التنسز بليس اهو ال 5 تدي 1 لل 9 تبقى 10 0 كاري اب 1 1 بلس 3 از 4 يبقى 44.0 اللي هي 44. يلا هنا ادي التنسز بليس اهو ال 5 تزود 1 تدي لل 7 1 تبقى 8 يبقى هنا 38008. هنا تنسز بليس اهو الزيرو مش هيزوده يبقى 121. يلا نشوف هنا تنسز بليس اهو ال 6 عندي هتدي 1 للزيرو تخليه 1 يبقى 257.1. يلا اللي بعد كده هنا 1 اوفر 8 اتفقنا في الفراكشن ان انا بختبره لما اكون بعمل ابروكسيميشن تو نيرست يونت لان هو ده البليس الوحيد اللي الفراكشن بيزود عليه. طب في الحالات اللي زي دي نعمل ايه؟ لازم احول الفراكشن لديسمال. يعني ال1 كده اوفر 8 دي هتيكوالز كام؟ احنا قلنا ال8 بنوصلها ل1000 بنعمل لها تايمز 125 يبقى هعمل ال1 تايمز 125 تديني 125 يبقى ده هيديني 0.125. طيب ادي التنسز بليس اهو ال2 مش هتزوده يبقى ده هيديني 0.1. يلا هنا ادي التنسز بليس ال 7 تدي 1 للزيرو تخليه 1 يبقى هنا 0.1. ادي التنسز بليس اهو ادي الشرط ال 9 هتزود 1 ال 9 دي هتبقى 10 نحط 0 ونكاري اب 1 يبقى يديني 1. هنا دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كده 502.37. ادي البليس اهو ال 7 هتزود 1 لل 3 تبقى 4 يبقى ده ابروكسيميتد تو 502.4. ال 3 over 4 حفظناها عرفنا ان هي 0.75 يعني ده عبارة عن كده 449.75. ادي التنسز بليس ال 5 تدي 1 لل 7 تبقى 8 يبقى ده 449.8. يلا هنا لازم نحول ده لديسمال ازاي؟ ال 7 over ال 50 equals كام over 100؟ ال 50 عشان توصل ال 100 times 2 يبقى نعمل لل 7 تايمز 2 تديني 14 يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن 6399.14. ادي الديسمال بليس اهو ال 4 طبعا مش هتزود ال 1 يفضل زي ما هو يبقى 6399.1. يلا نشوف اكسرسايز 4 تشوز ذا كوركت انسر. عايز يعمل هنا ابروكسيميشن تو ذا نيرست تنس اللي هو ايه؟ اللي هو البليس ده. يلا ال 5 هتزود 3 1 تبقى 65.4. لما يقول لي تو ذا نيرست 1 اوفر 10 هي النيرست تنسز هي ال 1 ديسمال بليس هي ال 0.1 هو ده البليس اهو. ال 2 مش هتزود ال 8 تبقى 53.8. يلا ادي الديسمال بليس اهو اللي هو التنسز بليس هو بيقول لي تو ذا نيرست 1 ديسمال بليس يعني ما نشوفش غير 1 ديسمال بليس. ال 4 مش هتزود ال 9 تفضل ال 9 زي ما هي يبقى ده 17.9. يلا اللي بعديها عايز يعمل ابروكسيميشن تو ذا نيرست يونت. ناخد بالنا اليونت اهي ها ال 6 هتزود ال 8 تخليها 9 تبقى 349. يلا هنا عايز يعمل ابروكسيميشن to the nearest 100. ناخد بالنا يعني اشوف النمبر مالتيبلز اوف 100 يعني ال 100 بليس
يلا اللي على الرايت منه ال 7 تزود، تزود تبقى 3 تبقى 4 تبقى 400. يلا ده يبقى ده لما يحصل له ابروكسيميشن للنيرست ايه؟ ده انا شايف دول كلهم قلبوا زيروز وال 9 زي ما هي، يعني لو جينا هنا وخدنا الشرط وقلنا ال 3 تزود ولا ما تزودش، مش هتزود، هتقلب كلها زيروز وتفضل ال 9 زي ما هي. يبقى ده اني بليس، البليس ده اللي خدنا على يمينه الشرطه ده اسمه ايه؟ النيرست 1000. يلا نشوف هنا 14 and 3 sevenths 3 over 7 approximated ل 10 to the nearest ايه؟ هل دي معموله للنيرست يونت؟ طب يلا نجرب، هي 3 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 6 less than 7، يبقى مش هتزود 1، يعني هيفضل 14 زي ما هو. طب هو بيقول لي 14؟ ده بيقول لي 10. يبقى واضح ان انا هعمل ابروكسيميشن للبليس اللي جنبه ده، لان انا شايف ده ايه؟ شايفه مالتيبلز اوف 10، وطالما مالتيبلز اوف 10 يبقى حاجه على التنس بليس، حط شرط هنا الفور تدي، لا ما تديش، يتحول ل 10. يبقى ده تو ذا نيرست 10 اللي هو ايه؟ اللي هو ده كده، يبقى للنيرست 10. يلا اللي بعديها، ده لما اجي اعمل له ابروكسيميشن للنيرست 10 اللي هو البليس ده يديني ايه؟ ال 5 تزود ال 9 1 تبقى 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 9 از 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 3 يديني 4، يبقى 40. يلا اللي بعد كده بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج اوبريشنز ذن ابروكسيميت ذا ريزلت تو ذا ريكوايرد ابروكسيميشن. هنعمل الاوبريشن الاول وبعد كده نشوف الابروكسيميشن. هنا عندي بالانسنج 1 بلس 5 يديني 6، 0 بلس 1 يديني 1، 2 بلس 3 يديني 5، حط الديسمال بوينت، 4 بلس 9 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 يديني 2. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست التنس اللي هو التنسز بليس اهو، ال 1 طبعا مش هتزود ال 5 يبقى هيديني 23.5. يلا نعمل سبتراكشن في بالانسنج، كل ديجيت الايند مع الديجيت اللي قدامه، يعني في محاذاه ما بين الديجيت وبعضها، يعني كل واحد هيلاقي واحد قدامه يشتغل معاه. 6 ماينس 7 ما ينفعش، هنبرو 1 من ال 1 ده يبقى 0 وال 6 تبقى 16. 16 ماينس 7 9، 0 ماينس 0 يديني 0، 8 ماينس 2 يديني 6، وادي الديسمال بوينت، 0 ماينس 0 يديني 0. يلا ابروكسيميشن للنيرست تنس، ادي التنسز بليس اهو، الزيرو طبعا مش هيزود يبقى 0.6. يلا هنا في عندي بالانسنج 4 بلس 6 كوال 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 2 از 3 بلس 7 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 8 9، 9 و 2 11، 1 وهنكاري اب 1، 1 و 5 6، 6 و 6 12، 2 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 يديني 2. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 10 المره دي، 10 اللي هو التنس بليس على طول اللي هو ده، يبقى نشوف اليونتس يديله ولا لا. اليونتس مش هيديله، يتحول لزيرو وال2 تفضل زي ما هي، يبقى 220. يلا هنا في عندي بالانسنج 6 بلس 7 يديني 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 و 5 6 بلس 3 يديني 9، و2 بلس 6 ايكوال 8. لما نعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت، يعني هو ده البليس، مش عايزين نشوف فراكشن خالص، ال3 مش هتدي لل9 حاجه، يبقى 89. يلا اللي بعد كده 3 بلس 2 يديني 5، حط ديسمال بوينت، 4 بلس 5 يديني 9، 6 بلس 7 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 8 يديني 9. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست 10، ناخد بالنا 10 مش تنس، يبقى هو ده البليس، ال 9 هتزود ال 3 تخليها 4 وتقلب هي 0، يبقى 940. يلا هنعمل سبتراكشن، حط 0 عشان نعمل بالانسنج، 0 ماينس 7 ما ينفعش، هناخد من ال 4 1 تبقى 3 وال 0 تبقى 10، 10 ماينس 7 3، 3 ماينس 1 2، 6 ماينس 3 3، وبعد كده 3 ماينس 2 يديني 1، 5 ماينس 7 ما ينفعش، ناخد من ال 4 1 تبقى 3 وال 5 15 ماينس ال 7 تديني 8 وال 3 تنزل. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست 1 ديسمال بليس، يعني عايزين نشوف ده بس، ال 2 مش هتدي لل 3 حاجه،
يبقى 381.3. يلا هنا نعمل subtraction، حط هنا 0 عشان ده يلاقي حد يشتغل معاه. 7 minus 0 يديني 7. 0 minus 8 ما ينفعش، ناخد من ال 6 1 تبقى 5 وال 0 10. 10 minus 8 يديني 2. 5 minus 9 ما ينفعش، هناخد من ال 3 1 تبقى 2 وال 5 15. 15 minus 9 تديني 6. وادي الديسمال بوينت. 2 minus 4 ما ينفعش، ناخد من ال 5 1 تبقى 4 وال 2 12. 12 minus 4 تديني 8 و 4 minus 1 يديني 3 و 3 minus 2 تديني 1. يلا نعمل approximation to the nearest unit. ادي اليونتس بليس، نيجي هنا ال 6 هتزود ال 8 تخليها 9 يبقى 139. يلا هنا في balancing اهو، نحط 0، نحط دبل 0 هنا ونحط هنا اذر 0، يبقى 0 بلس 0 يديني 2، 7 بلس 0 يديني 7، بلس 6 يديني 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 و 4 5، 5 و 5 10 و 7 17، 7 وهنكاري اب 1، 1 و 6 7، 7 و 1 8، 8 و 4 12، 2 وهنكاري اب 1، 1 و 2 يديني 3. يلا نعمل ابروكسيميشن لل nearest 1 over 10 اللي هو ال nearest 10، يبقى هو ده البليس، ال 10 بليس، ال 3 مش هيزود ال 7 تبقى 32.7. يلا اللي بعد كده هنا الكوارتر، احنا عرفنا خلاص ان الكوارتر ب 0.25، يعني دي هنا اكنها ماينس 38.25. يلا 6 ماينس 5 يديني 1، 7 ماينس 2 يديني 5، ادي الديسمال بوينت. 1 ماينس 8 ما ينفعش، ناخد من ال 5 1 تبقى 4 وال 1 11. 11 ماينس 8 تديني 3، 4 ماينس 3 يديني 1 وال 2 تنزل. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست تنس اللي هو ده التنسز بليس، ال 1 مش هيديني حاجه يبقى 213.5. طيب اكسرسايز 6 ده يعتبر ريفيجن على كل الدروس بتاعت الابروكسيميشن، ده انا هعتبره الريفيجن بتاعت كل الدروس، يعني ممكن تسيبوا التيبل ده لقبل الامتحان، قبل الامتحان على طول يتعمل هومورك التيبل ده. التيبل ده لو عملتوه صح خلاص يبقى كل الدروس كلها مفهومه، ودي تعتبر المراجعه بتاعتكم، وانا هسيبكم تحلوا الايه التيبل ده. اكسرسايز 7 بيقول لي رايت ايتش اوف ذا ريكوايرد نمبرز يوزنج اول ذا ديجيتس 2 3 5 و 8، يعني هنستعمل الديجيتس دي بس and the decimal point، وناخد decimal point معانا كمان to satisfy the following quantities. يعني هو بيقول لي في الاكزامبل هنا انا عندي حاجه هنعمل لها approximation تديني 82 to the nearest whole number، تبقى ايه؟ عايزين نستعمل الديجيتس دي، طالما 82 يبقى لازم ال 82 تكون موجوده. بعد كده نعمل ايه؟ نحط ال 3 وال 5. لو حطينا ال 5 قبل ال 3، يعني لو عملناها كده وجينا نعمل ابروكسيميشن للهول نمبر، ال 5 هتدي 2 تخليها 3، يبقى ما قداميش حل غير ان انا اخليها 3 وهنا ال 5. طبعا المسائل دي عايزه تفكير. طيب هنا عايزين نحط الديجيتس دي بحيث ان هي تبقى ابروكسيميتد لل 20 تو ذا نيرست 10، يعني المفروض تبقى كام؟ هي اصلا المفروض للنيرست 10، وادي الديسمال بليس اهو، يعني ده هيدي لده. طيب ده 2 وده 0، يبقى ممكن نحط هنا ايه؟ ممكن نحط هنا 5 وهنا 8، تمام؟ وممكن نخلي ال 5 وال 8 مكان بعض عشان هما بعاد عن الايه اللي بيدي للزيرو، يبقى ده ممكن يكون 20.58 او 20.85. هنا الزيرو مش هيدي وهنا الزيرو مش هيدي. طيب ده كان ايه عشان يحصل له ابروكسيميشن للنيرست تنس؟ واضح جدا مش هيحصل اي تاثير في دول، يعني ال 83 زي ما هما. طيب ده بقى 3، طب انا مش فاضل عندي غير ال 5 وال 2. لو حطينا هنا ال 5 وهنا ال 2 مش هينفع تديني 3، يبقى لازم احط هنا ال 2 وهنا ال 5، ويحصل ابروكسيميشن لل 5 تزود ال 2 تبقى ايه؟ تبقى 3. يبقى احنا لازم نشغل دماغنا في الاكسرسايز ده. طب يلا هنا للنيرست 1000، ادي ال 4 بليسز اهم، ادي ال 1000 بليس في 8،
ها نحط هنا ايه؟ لو جينا حطينا هنا الفايف هتزود الايت، يبقى ما ينفعش احط هنا الفايف، يبقى ممكن احط هنا التو او الثري. يبقى ممكن نقول تو مثلا ثري فايف او ثري تو فايف، وممكن احط هنا مثلا ثري فايف تو، عندي اكتر من حاجة تديني هنا، نختار منهم واحدة يبقى 1235. يلا نيجي هنا ايه اللي يديني 9000؟ ادي الفور ايه بليسز اهم، وادي 1000 دي بليس. انا عايز ده 9، الله عشان اعوز ده 9 لازم يكون 8، وال8 دي يجي لها 1 من هنا تخليها 9. ال1 ده يجي لي ازاي؟ لما يكون ده ديجيت يديني 1 اللي هو ال5، يبقى لازم اثبت ال5 هنا، وهنا ناخد 2 و3 او 3 و2. يبقى ده ممكن نقول 1523 او 1532. يلا اخر واحده معانا 28.4 to the nearest tens، ده يبقى لازم ده يكون ثابت معايا هنا، ده عشان يبقى 4 انا ما عنديش دلوقتي غير ال5 وال3، لو خليت ده 5 يبقى مش هيبقى عمره ما ينزل ل 4، يبقى اكيد ده كان 3 وال5 اديته 1 و3 اتحولت ل 4. اكسرسايز جميل جدا بيخلينا نشغل دماغنا ونفكر، وانا بحب جدا الاكسرسايزز دي علشان بتخليكوا اقوياء في الماثيماتكس. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا مجموعه الدروس اللي بتتكلم عن الابروكسيميشنز، يا رب تكونوا فهمتوا الدروس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.